call me a god. You call me a god. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. فيديو اليوم نواجه فيه سفينة الأشباح هذه جوست شيب، ونحاول نقضي عليها. أريد أخلصها المشن أونلاين سولو، بس للأسف في شخص موجود معانا هنا كتوبو ديد، فهو أصلا واقف، كأنه أشوفه أنه واقف، وما أعرف إذا بتعتبر سولو أو لا. مشكلة الحين بعدها تعطيني حصانة، نشوف إذا نقدر. إلى الحين حصانة. بعدها حصانة. لمتى؟ اوكي بدأ يتحرك هذا، وعنده اوريدي النار. حصانة الانسان ما قادر. اوكي صبتها اظن. اوكي بدينا صبتها في الكريتيكال دامج، وبدينا هذا يعطيني هيلث، كأنه في شخص يعطيني هيلث. أتوقع هذا الشخص اللي جنبي. كوب يوديد اسمه. أوكي 10,000 دامج حلو. وين الكريت؟ وين الكريت هذا؟ لا هو جالس يعطيني هم. اوكي والله اثنين، والله انا اريد اخلصها سولو، وهم يعني مساعديني، ما انهم مساعديني، بس بغيته كتحدي يعني يكون. اوكي عليها حصانة. اوكي ضربت الصبعة. خلصت الحصانة لا ولا؟ اختفت مرة. يا الله لو ضربتنا هذا. We don't ready to fire, Captain!
والله الشباب اللي معانا مرتبيني من ناحية الهلف مالي ما قال ستنقص، السبب انهم يعني نضرب كريتيكال هيت هنا. اوكي يعطوني هيلث هذا شكله عندهم، شوف كأنه الهيلث ماله تزيد على فترات، ما قادر اشوف شيء. خلنا ناخذ هنا حصانة مرة ثانية بس ما باقي كثير. اوكي هذا شف، هذا اللي يعطينا هلف، واحد منهم يعطينا هلف، يبدو انهم اللي اوكي 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 اوكي. ثلاث ضربات كريتيكال هيت حلوات. كم خذت علينا لحد الحين؟ 8 دقائق. وين الكريتيكال هيت هذا؟ يلا تعالي يا شردت عنا. في شخص هناك جاي ولا؟ ماتت. مسكناهم. كيف دخلت معهم انا؟ ما اريد انضم معهم. اوكي لعبهم اوكي بس انا اريد اخلص وقتي. نوصل دليل للسفينة المارقة ونشوف كم عطوني. 3 مرة ثانية اوريدي عندي، بيكون عندي 11 و15 و14 و14. استحواذ جديد ما اتوقع اني بسويه لاني والله 8 دقائق اللي كلفتنا المهمة عشان الفيديو. سوري. اذا فيديو اليوتيوب بيكون هنا نهاية المقطع. كان في سؤال عن السفينة هذه بس ما قدرت نهجم عليها سولو. بشوف الأيام القادمة لأنه هي المهمة بتجينا مرة واحدة كل يوم، فبشوف الأيام القادمة يمكن بهجم عليهم سولو، خصوصا مع تطوير المصانع بيكون عندي وقت أكثر إني أهجم على السفينة. إذا كنتم ما متابعيني في اليوتيوب أتمنى أنكم تتابعوا القناة، توصلون ل 450 الهدف الأول، 750 الهدف الطويل المدى، ونشوفكم في فيديو آخر.